بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الاثنين الموافق 11 من شهر 10 سنة 2021، مديرية أوقاف الشرقية واستلام دفعة جديدة من لحوم صكوك الأضاحي وكميتها 2 طن لمديرية أوقاف الشرقية. تستقبل مديرية أوقاف الطبيبية اليوم الاثنين 11/10/2021 الدفعة 17 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 2 طن، وبذلك يصبح إجمالي ما تسلمته المديرية 56 طن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم الاثنين الموافق 11/10/2021 تم وصول الدفعة 7 3 طن من لحوم صكوك الأضاحي، ليصل إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف بورسعيد 15,000 كيلو. مديرية أوقاف مطروح 11 أكتوبر 2021، وصول الدفعة 9 من لحوم صكوك الأضاحي. اليوم الاثنين الموافق 11/10/2021 تم بحمد الله وصول الدفعة 10 لمديرية أوقاف الإسماعيلية بكمية قدرها 2 طن، يكون إجمالي ما وصل إلى المديرية 28 طن، وكل عام وأنتم بخير.